قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا اشهدوا بأننا مسلمون. قل أيها الرسول لأهل الكتاب من اليهود والنصارى: تعالوا إلى كلمة عدل وحق وإنصاف نلتزم بها ونجتمع عليها جميعا، وتعالوا إلى كلمة لا تختلف فيها الرسل والكتب المنزلة والعقول السليمة، وتعالوا إلى كلمة وسط بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. وهذا أمر اتفق عليه الجميع من الأنبياء والمرسلين والشرائع، فنخص الله وحده بالعبادة والطاعة والإذعان، ولا نشرك به نبيا ولا ملكا ولا وليا ولا صنما ولا وثنا ولا حيوانا ولا جمادا. فلا نقول فلان إله أو فلان ابن الله، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. ولكن هل يفعل اليهود والنصارى ذلك؟ يروي لنا الصحابي الجليل هدي ابن حاتم الطائي أنه قبل إسلامه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنقه صليب من ذهب، فقد كان نصرانيا، فسمع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقال عدي: إنا لسنا نعبدهم. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فأجاب: بلى. قال: فتلك عبادتهم. فالله عز وجل ينهانا أن نتخذ مخلوقا كائنا من كان يحل لنا ويحرم علينا. ومن الأمثلة على ذلك أنه في عام 1215 ميلاديا أصدرت الكنيسة صكوك الغفران، والتي تباع ويربح من ورائها أموالا طائلة، وهذه الصكوك حسب معتقد النصارى يغفر فيها جميع الذنوب السابقة واللاحقة، وتخلص صاحبها من جميع التبعات والحقوق التي في ذمته. وهناك أمر آخر: التوبة عند النصارى لا تتم إلا بالاعتراف بالذنوب والخطايا أمام القس أو الكاهن في الكنيسة، ثم يمسحه هذا الكاهن فتغفر ذنوبه. فإن أعرضوا وتولوا عن تلك الدعوة الطيبة فقولوا لهم أيها المؤمنون: اشهدوا بأننا مسلمون، واشهدوا بأننا منقادون لربنا بالعبودية والإخلاص. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل قيصر الروم كتابا يدعوه فيه إلى الإسلام، يقول فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. ومعنى الأريسيين أتباع إريوس الموحد الذي رفض عبادة عيسى عليه السلام. ويا أهل الكتاب، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا
فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن